تحية لكم من العراقية الرياضية، نشرة الأخبار نبدأها بأهم العناوين. تحضيرا لتصفيات المونديال، ملعب المدينة الدولية يحتضن لقاء منتخبنا الوطني مع أوغندا. الطلبة ينتزع الوصافة والميناء يحقق فوزه الأول في دور الكرة الممتاز. قرعة التصفيات الآسيوية تضع منتخبنا الوطني للصالات إلى جانب الإمارات والبحرين. تحية لكم. يضيف منتخبنا الوطني نظيره الأوغندي في لقاء دولي ودي سيقام في ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد في 21 من كانون الثاني الحالي، ضمن إطار تحضيرات أسود الرافدين لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم. يأتي هذا اللقاء بعد حصوله على الموافقة من الاتحادات الدولية والإفريقي والأوغندي لخوض المباراة في العاصمة بغداد تحضيرا لمواجهتي إيران في 27 من الشهر الحالي ومنتخب لبنان في 1 من شباط المقبل، وكذلك ضمن مساعي الاتحاد لرفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد. وإلى أخبار دورينا، حيث انتزع فريق الطلبة 3 نقاط مهمة من مستضيف الكرخة عندما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الساحر أحمد راضي ضمن الجولة 17 من دور الكرة الممتاز. افتتح زيد تحسين التسجيل بالدقيقة 65، ثم ضعف وكاع رمضان النتيجة في الدقيقة 91، فيما قلص عماد محسن الفارق لفريق الكرخ في الدقيقة 93، وبهذا الانتصار قفز الطلبة للوصافة ب 33 نقطة. بالمقابل تلقى فريق الكرخ للخسارة السادسة له هذا الموسم، ليظل في المركز 17 برصيد 13 نقطة. حقق فريق الميناء فوزه الأول في دور الكرة الممتاز بعد تغلبه على الديوانية بـ3 أهداف دون مقابل لحساب الجولة 17 والتي أقيمت على ملعب الفيحاء. افتتح لاعب الميناء محمد جبار شوكان الهدف الأول في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 20 جاء الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء بواسطة اليمني ناصر حمودة، وفي الدقيقة 83 جاء الهدف الثالث والأخير للميناء عبر اللاعب ذاته، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الميناء إلى النقطة 13 بالمركز 18، بينما تجمد الديوانية برصيد 12 نقطة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقول هارد لك لفريقي ومبروك للميناء. للامانه يمكن انا ما ارد احكي على الاعلام، اول يعني قناه التقت بها كانت منصفه واعطت حق فريقي يعني الامانه، لان فريقنا ما استغل الفرص اللي اجته، يعني حتى الشوط الثاني اذا تشوف انت المباراه انه فريقنا يلعب ويؤدي ويوصل هدف، لكن احنا ينقصنا اللمسه الاخيره ونعاني بها من بدايه الدوري لحد اليوم. يعني عانوا، لاحظت انت، قلت لك انت كنت منصف، انا شفت الفرص اللي اجتنا. بس هارد لك لفريقي، للميناء فريق وتاريخ عريق ويمتلك لاعبين حسم المباراة بأقل مجهود. أنا أشوف الميناء حسم المباراة بأقل مجهود، وركلة الجزاء اللي صارت يعني أعتقد أنه ذبحت المباراة ونهت فريقنا. الفوز بعد عناء كبير، أول فوز لنا بالمرحلة الأولى، فد هدية بسيطة إلى جمهور السفانة. فريق الميناء ما يستحق هذا المكان، لكن نوعد الجمهور إن شاء الله بقيادة القدير كابتن هاتف شمران وتكاتف الهيئة الإدارية إن شاء الله وتكاتف الجمهور ويانا إن شاء الله واللاعبين إن شاء الله يوصل الميناء إلى بر الأمان إن شاء الله. مبروك لفريقنا وهارد لك النادي الديوانية، الحمد لله فوز مستحق، أداء ونتيجة، و نشكر الجمهور اللي حاضر، الكادر الفني والاداري، اخوتي اللاعبين ما قصروا، وان شاء الله نوعد جمهورنا بالقادم يكون افضل ان شاء الله. شكرا. مبروك جمهورنا، هذه النتيجه واداء اتوقع هذه المباراه، نوعد الكل انه ان شاء الله راح نعيد بالمباريات القادمه، يعني المباريات اللي قادمه اللي راح تكون راح نعود بسمعه الميناء وباسم الميناء. تعرف انت مركز الميناء ما يليق، وشوف الجمهور يعني ما يليق بمركز الميناء، وشوف الجمهور ايش قد فرحان. احنا ان شاء الله بالمباريات اللي قادمه راح نوعدهم ونقدم كل ما عندنا ونرجع نادي الميناء بالمراتب اللي تستحق ان شاء الله.
حقق فريق نفط البصرة فوزا مهما على ضيف سامراء بهدفين مقابل هدف واحد، والتي أقيمت على ملعب الفيحاء ضمن الجولة 17. سجل هدف نفط البصرة المحترف نيوجومبي في الدقيقة 29 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل لاعب نفط البصرة الهدف الثاني في الدقيقة 62 عن طريق حيدر عبد الرحيم، وفي الدقيقة 3 المحتسبة بدلا ضائع سجل سامراء هدفه الوحيد عن طريق اللاعب حسين عبد الله. وبهذه النتيجة رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 25 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد سامراء عند النقطة 4 بالمركز الأخير. فريق سامراء مرة حظ أوفر إلى فريقنا الصراحة. إحنا صار هاي رابع وحدة تدريبية إنا وياهم، قدرنا نشتغل على الروح المعنوية للاعبين، على الحالة النفسية، لأنه تعرف أنت بعد الفترة والخسائر اللي صار عندهم حالتهم النفسية صفر لقيناها. عندنا لاعبين، يعني لاعبين بعض اللاعبين يكونون زينين، قدرنا نضيف، لحقنا على كم لاعب اللي نعرفهم بالدوري الدرجة الأولى جبناهم حسب يعني خبرتنا الموجودة وياهم، وحاليا قاعد نشتغل على لاعبين محترفين ولاعبين جدد بالدوري الدرجة الممتازة. فإن شاء الله يعني تشوفت الفريق خارج ملعبه قاعد يهاجم، قاعد يبني لعب غير فرق تبدا تدافع، خاصة احنا ما عندنا هذا الاسلوب. احنا فريقنا فريق شبابي راح يعتمد على اللعب الهجومي، ولازم انت تفكر بثلاث نقاط منه هيك لكسب المباراة. الإدارة قاعد تشتغل لدعم لاعبين محترفين جدد، ان شاء الله بعد بكره يوصلون ونقدر نغير ان شاء الله من وضعية الفريق. كان يحتاج الى ثلاث نقاط، الحمد لله والشكر اليوم حصلنا على ثلاث نقاط، تحسن ترتيبنا بالجدول الحمد لله والشكر، والقادم ان شاء الله افضل. الفريق كان يحتاج هاي ثلاث نقاط والحمد لله والشكر اليوم ما قصروا الولد والحمد لله والشكر. كل نادينا، للاداره، للكادر الفني، للاعبين، للمحبين لنادي نفط البصره، هارد لك النادي سامراء. مباراه كانت صعبه خصوصا بعد سلسله من النتائج السلبيه، تعادلات وخسارتين، الحمد لله قدرنا نحقق ثلاث نقاط مهمه تعيدنا يعني التسلق نحو الترتيب. يعني صالح فريق نوروز جماهيره بثلاث نقاط جديدة بعد فوزه على ضيف فريق الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 17 من دور الكرة الممتاز. كلاهما جاء من خسارة والبحث عن التعويض مستمر مع انطلاق المواجهة على أرض نوروز الذي كشف عن نواياه بهدف إبراهيم محمد محركا به شباك الكهرباء. الضيف لم يكن بأفضل حال للتعديل. الشوط الثاني يبدأ ويفعل إبراهيم محمد ما صنعه في الأول، رافعا كفة فريقه بهدف ثاني. الكهرباء يحاول والمهاجم يسابق الريح بكرته بعيدا، ثم تأتي أخرى حرة لم ينجح فيها أسلوب التنفيذ. هاوري أنوار أراد زيادة الغلة لنوروز لكنه واجه الحارس المنقذ للكهرباء. قابله حارس نوروز بارتكاب ما هو ممنوع في منطقته، والقاضي يشير إلى علامة الجزاء لصاحب الرداء البرتقالي، وفرحان شكور ينجح بتذليل الفارق مع تسجيل النتيجة النهائية. حقيقة كنا محتاجين إلى ثلاث نقاط، لأن المباريات اللي أديناها بشكل ممتاز وسيطرنا على كل المباريات اللي لعبناها مع كل الفرق، كنا أداءنا جيد لكن لم نحصل على النقاط كاملة. اليوم الحمد لله والشكر لله، المهم حصلنا على ثلاث نقاط من فريق كهرباء، فريق ممتاز، فريق محترم. مستوى فريقي طبعا ما كان بالمستوى المطلوب نظرا لطبيعة الأرضية السيئة، يعني طبعا هو أهم شيء يعني من مقومات نجاح لعبة كرة القدم هي الأرضية، وأرضية سيئة جدا يعني، فماكو معايير لكرة القدم. نحن فريقنا يعتمد على أسلوب الحيازة والانتقال التدريجي، لعب كرة قدم منظمة من الخلف، تعرف في ظل هاي الظروف ما تقدر، فتضطر إلى تغيير أسلوب لعبك، وهذا في حد ذاته يعني غير مجدي قياسا بالفترة الزمنية. للمرة الثانية نادي الكهرباء يمنى بخسارة جديدة خارج الديار، ونوروز عاد لمصالحة الجماهير بثلاث نقاط جديدة.
من السليمانية مؤيد الهاوي، العراقية الرياضية. صرح المدرب المساعد لفريق الكهرباء أسامة علي أن أرضية ملعب مباراة فريقه أمام فريق نوروز لا تصلح للعب كرة قدم، داعيا اتحاد الكرة للوقوف بوجه آفة إهدار الوقت الذي لا يصب في مصلحة كرة القدم. الله يساعد فريقنا يعني أنه على هذا الملعب، ملعب سيء غير صالح للهرولة للمشي، مو للعب كرة القدم. لكن يعني تعتقد بس ظرف الملعب أثر على فريقكم؟ يعني لاعبيكم ما قصروا، الكادر التدريبي أعطى التوجيهات المناسبة حتى يصحح وضعه؟ احنا بصراحة دائما الفوز النسبة للاعبين والخسارة احنا نتحملها، أما جزئيات تفاصيل هاي احنا فيما بيننا انه نتكلم بها. لكن أنا أكو شغلة يعني بصراحة، يعني هي آفة الدوري العراقي، هي آفات أكو، بس هاي الآفة أتمنى من الاتحاد ومن لجنة الحكام يوجدوا لها حل. يعني مثل ما بعض أنا أعتقد بالاتحاد الإيراني عاقب حارس من الحراس لتأخير اللعب 25 دقيقة. شو وقت نلعب كرة قدم؟ إذا تحسب دقائق اللعب بالمجمل توتال ما يطلع 30-35 دقيقة. خايفين من الإقالة؟ مغسلة المدربين مستمرة. المدرب دائما جنته ورا الباب، فهذه كرة القدم اليوم هنا باكر غير مكان. لكن انه الأمانة شكر وتقدير للإدارة نادي الكهرباء بالفوز وبالخسارة، داعمين ساندين وموفرين كل شيء، لكن ما يمر به فريقنا هو سوء طالع لا أكثر. قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم إجراء مباراة القمة في الدوري الممتاز بين فريقي القوة الجوية والزوراء على ملعب الشعب الدولي يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 4:30 عصرا بدلا من يوم الاثنين، فيما تم تغيير موعد مباراة الطلبة والميناء المقرر إقامتها في ملعب الشعب الدولي إلى يوم الأربعاء في الساعة 4:00 عصرا بدلا من يوم الثلاثاء، وذلك من أجل تسهيل مهمة النقل التلفزيوني وانسيابية دخول الجماهير إلى المباريات. عبرت الأوساط الرياضية في محافظة البصرة عن سعادتها بعودة النقل التلفزيوني لدور الكرات الممتاز على شاشة الوطن. بداية مبارك لقناة العراقية الرياضية. صراحة يعني البارحة واليوم شفنا طفرة نوعية بالدوري العراقي، بنقل الدوري العراقي، يعني ما شاء الله اليوم مباراتين بالبصرة تنقل مباشر، يعني صراحة نحس إنجاز لأن صار التلكؤ بالموسم السابق وبداية هذا الموسم. يعني كانت يعني شركة الأضواء الصراحة مو مؤهلة بأن تأخذ حقوق الدوري، لكن اليوم الحمد لله والشكر شفنا الجهود، طبعا جهودكم مشكورة كمصورين، ويعني أعرف أنتم متواجدين من الصبح هنا بالمدينة الرياضية، فالله يبارك بكم إن شاء الله، ونتمنى المزيد من النجاح للقناة العراقية الرياضية. طبعا بالبداية أبارك لكل كوادر العراقية الرياضية على عودتهم إلى الأضواء مرة أخرى إلى الدوري العراقي. أكيد القوة ومتعة تزداد في عمليات النقل التلفزيوني، إبداع الزملاء في العراقية الرياضية سيكون مضاعف هذه المرة أمام تحدي آخر، بالتأكيد كل الكوادر ستستنفر جهودها للظهور بمستوى يليق بالدوري العراقي. أبارك لكل الكوادر وأبارك حتى للاعبي الأندية لأنهم عانوا من تهميش كثير في الآونة الأخيرة بعدم وجود المباريات تنقل على شاشات التلفزة، وبنفس الوقت راح تكون هناك فسحة للمدربين لكي يطلعوا على مستويات اللاعبين. أنا أتحدث بالنسبة لمدربين منتخبات الوطنية. أبارك لكل الكوادر وإن شاء الله نشوف صورة جديدة تختلف عن ما شاهدناه في الفترات السابقة. في البداية أبارك للجمهور العراقي أولا وللقناة العراقية الرياضية حصولها على حقوق بث الدوري العراقي بعد فترة طويلة، يعني تقريبا 16 جولة والجمهور العراقي عانى ما عاناه بخصوص النقل، يعني في كل جولة أما تنقل مباراة أو مباراتين. اليوم لأول مرة في الدوري منذ انطلاقته لحد الآن تنقل مباراتين في محافظة البصرة. اليوم قبل لا يعني أكون حاضر في الملعب شاهدت انطلاق الاستوديو التحليلي من تقريبا من الساعة 12 ظهرا،
بسلسلة من المراسلين، الزملاء المراسلين. طبعا أنا أتمنى أنه ما تكون فقط هذه البداية، أتمنى أنه يستمرون. هذا وأبدت الجماهير الرياضية في محافظة السليمانية عن سعادتها بعودة النقل التلفزيوني لدور الكرة الممتاز لشاشة العراقية الرياضية. خطوة إيجابية، عاشت إيديكم. يعني احنا بالبداية كنا نعاني من الجولة الأولى لحد هاي الجولة، الحمد لله والشكر الجولة الماضية هم شوية ارتاحينا. من بداية الجولة أنا أباوع اللعبات، أنا من إيطاليا أدز أصدقائي يجوني يبثوا لي اللعبة مباشر حتى أباوعها، لأن كان نقل ماكو، كنا نعاني من هاي المشكلة. والحمد لله هسه جيت شفت اللعبة واطمأنيت، لأن شبكة الإعلام العراقية وباقي الشبكات قامت تنقل أكثر من لعبة. يعني هسه أنا من راح أرجع راح أباوع وأني مرتاح، شوكت ما يعجبني أعلق التلفزيون وأباوع، لأن أعرف راح ينقلون اللعبات هاي شغلة. وإن شاء الله يعني هو إحنا أردنا نطور دورينا، لازم نبدي البيت التلفزيوني ملاعب وشغلات، وإن شاء الله الخطوات الجاية تتحسن. مبادرة حلوة وجميلة، وجمهور عراقي كله يتمنى وعاشق أن يشوف أي مباراة من الدوري العراقي حتى كانت بالدرجة الأولى. فعودة الرياضية العراقية للنقل المباشر عودة موفقة إن شاء الله، وعودة خير وفرحت كل الجمهور العراقي. سابقا شلون كنت تشاهد المباراة قبل نقل العراقي الرياضي؟ والله يا كابتن على التلفونات، لو على اليوتيوب، لو بس مرات بس حتى بس الأخبار، أخبار النتيجة أنه منو فاز ومنو خسر وكذا. نشكر قناة العراقية على المبادرة، وهذا حق من حقوق الجمهور، أبسط حقوق الجماهير، ولو يعني تأخرت القناة العراقية، بس أبادر أن تأتي متأخر خير من لا تأتي. نشكر جهود القناة العراقية الرياضية، لأن قبل تعرف الحقوق هذه مشاهدة المباراة من أبسط حقوق الجماهير يعني، وأندية جماهيرية بالعراق موجودة. فنشكر قناة العراقية، مبادرة حلوة. نشكر قناة العراقية الرياضية على نقل المباراة البث المباشر، ومشكورين وما تقصروا إن شاء الله، وعودوا موفقين. الحمد لله شكر أنه عادة العراقية الرياضية لنقل الدوري العراقي، وإن شاء الله توفيق في جميع المباريات إن شاء الله النقل. بالنسبة إلى النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز، هي خطوة جيدة من قبل القناة العراقية الرياضية بنقل المباريات، ومنها مباريات نادي نوروز الذي يشترك لأول مرة في الدور العراقي الممتاز. أثبتت الفحوصات التي أجراها الملاك الطبي لفريق الشرطة إصابة اللاعب محمد قاسم بتمزق في العضلة الرباعية الأمامية للقدم اليسرى، ما يستدعي خضوعه لراحة سلبية قد تستغرق 3 أسابيع. وقال معالج الفريق عبد الرحمن جابر إن اللاعب شعر ببعض الآلام في الفخذ الأيمن للقدم اليسرى، وأثبتت الفحوصات بعد ذلك تعرضه إلى تمزق من الدرجة الثانية يستدعي راحة لمدة 3 أسابيع. وأضاف أيضا أن اللاعب سيخضع إلى برنامج تأهيلي بعد انقضاء المدة السلبية من أجل العودة واللحاق بمباريات الفريق في الدوري الممتاز. تعاقد فريق الميناء مع الحارس علي عبد الحسين للمشاركة في الذود عن شباك سفانة الجنوب في المباريات المتبقية من دور الكرة الممتاز. وسبق للحارس علي عبد الحسين اللعب مع القوة الجوية وساهم مع الكتيبة الزرقاء في نيل لقب الدور المحلي، كما عزز فريق زاخو خط هجومه بضم اللاعب زياد أحمد لتمثيل الفريق في الجولات المقبلة من المسابقة. وقال نادي زاخو في بيانه إن اللاعب زياد أحمد انضم لقائمة المدرب عبد الوهاب أبو الهيل لتدعيم خط المقدمة، مضيفا أن زياد أحمد يتمتع بخصائص فنية عالية، وسبق له خوض عدة تجارب مع أندية دهوك وأربيل والطلبة والميناء. عبرت وزارة الشباب والرياضة عن حزنها وأسفها الكبيرين للحادث الذي أودى بحياة 2 من العاملين بمشروع ملعب الميناء الأولمبي سعة 30,000 متفرج في محافظة البصرة بعد انهيار رافعة وسقوطها أثناء أعمال الحدادة للمسقف الحديدي للملعب. وقال معاون مدير عام دائرة الشؤون الهندسية في وزارة الشباب إياد طارق، قال إن الحادث وقع بعد حدوث قطع لذراع الرافعة التي كانت تحمل السلة الحديدية والتي بداخلها 2 من العمال، مضيفا أن الوزارة بالوقت الذي تبدي حزنها وأسفها للحادث المؤلم فإنها تؤكد أن الشركة المنفذة هي من تتحمل سلامة الأعمال والعاملين في الموقع.
أكد رئيس لجنة كرة الصالات في اتحاد الكرة علي عبد الحسين أن قرعة تصفيات آسيا التي جرت في ماليزيا أوقعت منتخبنا الوطني إلى جانب البحرين والإمارات في المجموعة الثانية، والتي ستنطلق في الأول من شهر نيسان المقبل. وقال عبد الحسين إن المجموعة جاءت متوازنة، ونأمل أن يكون المنتخب جاهزا للتصفيات الآسيوية، مضيفا أن مدربا إيرانيا سيقود المنتخب دون الإفصاح عن اسمه وعن مساعديه، مشيرا إلى أنه وضع منهاجا لإعداد المنتخب بعد دراسة التوقيتات الخاصة لانطلاق البطولة. أكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة حسين العميدي أنهم يتجهون إلى الاستعانة بمدرب أجنبي لقيادة منتخبنا الوطني استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وقال العميدي إن المنتخب الوطني تنتظره مشاركة مهمة خلال المدة المقبلة في التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها في شهر حزيران المقبل، مبينا أن اختيار تشكيلة المنتخب الوطني ستتم بعد انتهاء مباريات الدوري الممتاز مباشرة. وأضاف العميدي أن الاتحاد يسعى لتسمية مدرب أجنبي لقيادة المنتخب في هذا الاستحقاق المهم، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه التصفيات ستسهم في إعادة المنتخب إلى وضعه الطبيعي كمنافس وليس مشارك فحسب. يواصل فريق غاز الشمال لكرة السلة تدريباته اليومية تحضيرا لانطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز بكرة السلة. حسام كريم والتفاصيل. بعد تحقيقه لنتائج طيبة بالمرحلة الأولى ولضمان التقدم بسلم الترتيب، بدأ نادي غاز الشمال بالاستعدادات من خلال وحدات تدريبية مكثفة ومباريات ودية لانطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز بكرة السلة. المرحلة الثانية مرحلة تعويض، يعني بعد ما عدنا مجال انه لازم نعوض بهاي المباراة. الفريق الحمد لله مستعدين استعداد، والفريق كامل ما عدنا اي نقص، والاصابات كلها الحمد لله تخلصنا منها، والمحترف وصلنا مبكرا ويا اللاعبين، وعقب باكر ان شاء الله عندنا مباراه وديه مع نادي اكاديمي اربيل. اداره النادي وفرت للاعبين والكادر التدريبي جميع الاحتياجات في سبيل الاستمرار بخطى ثابته والسير على سكه الانتصارات التي سجلت في المرحله الاولى، اضافه الى استقطاب لاعبين شباب. من ناحيه الاداره ما مقصر ويانا باي شيء، بدينا المرحله الاولى خوش بدايه، شهرين تدريب ومعسكر، ما قصر ويانا من ناحيه الماديه والمعنويه ومدري شنو، اضافه الى اضاف لاعب محترف ويانا الامريكي، على مود نحقق نتائج مميزه. المرحله الاولى بدايه خوش بدينا، بس بعدين صارت عندنا اصابات وما ادري شنو اثر للفريق، فلها جبنا لعيب شباب ينسجمون ويا اللعيب الخبره، على مود بالسنوات الباقيه يعني نوصل لعيب شباب ولعيب خبره ونحقق نتائج أفضل. اللاعبون من جهتهم أكدوا على الانسجام الكبير ما بينهم وحتى مع المحترف، ووعود قطعت بتحقيق نتائج أفضل من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى ما أقول لك إحنا كنا ممتازين، ولكن يعني قدمنا نتائج طيبة الحمد لله، واستعداداتنا للمرحلة الثانية حاليا أقوى وتمارين مكثفة الحمد لله. بعد انتهاء المرحلة الأولى صار انسجام قوي بيننا بين اللاعبين وبين المحترف الأمريكي. إن شاء الله إحنا عازمين على تقديم نتائج جيدة المرحلة الثانية، ومن الله التوفيق إن شاء الله. وحدات تدريبية مكثفة ومباريات ودية انطلق بها فريق غاز الشمال استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز بكرة السلة. عراقي الرياضي حسام كريم، كركوك. والمهتمون بالشأن الرياضي في محافظة واسط ندوة رياضية موسعة لمناقشة الواقع الرياضي في المحافظة وسبل الارتقاء والنهوض به. ميثاق الزريجي والتفاصيل. مناقشة آلية النهوض والارتقاء بالواقع الرياضي في واسط، وإيجاد السبل الكفيلة والحلول الناجعة التي من شأنها أن تسهم بتطوير هذا القطاع نحو الأفضل، كان الهدف الأسمى من عقد الندوة الموسعة التي أقامها ديوان الكوت الثقافي بالتعاون والتنسيق المشترك مع مديرية شباب ورياضة واسط ونقابة الرياضيين العراقيين. أقمنا هذه الندوة التداولية لأصحاب الشأن الرياضي في ديوان الكوت الثقافي لأجل الخروج بحلول ونقاط مهمة لتخدم الرياضة والشباب في المحافظة، وسوف تثبت النقاط المهمة وإيجاد الحلول
للرياضة وللشباب في المحافظة. إن على محافظة واسط تقع مسؤولية كبيرة، يجب تخصيص صندوق خاص بدعم قطاع الشباب والرياضة في محافظة واسط، ومدخلات هذا الصندوق إيراداته تأتي من منافذ الحدودية ومن حقول النفط ومن الشركات العاملة في المحافظة. وهناك يعني مصادر كثيرة، على المحافظة أن لا تعتبر هذا المبلغ منا على الرياضة والشباب. مختصون ومعنيون بالجانب الرياضي وضعوا نقاطا مستفيضة شخصت بدورها العلل التي أصابت الجسد الرياضي، حيث ستطرح ورقة عمل تقدم للحكومة المحلية يتم من خلالها رسم سياسة استراتيجية فاعلة تعيد الألق للرياضة الواسطية. الرياضة نحس بها التنفس الاصطناعي، مريضة عليلة جدا، والإعداد ورقة ناضجة قريبا. سيكون اجتماع شامل من خبراء الرياضة في واسط للخروج بتوصيات إن شاء الله تحقق الحكومة المحلية. نطرح احنا النقاط وبعدين نسوي توصيات، التوصيات باشر راح نلتقي بالسيد المحافظ، اعتقد نطرحها عليه من اجل الارتقاء برياضة المحافظة. اما يعني محافظة من التسعينات لحد الان ما عندها فريق حتى بالدرجه الاولى، وهذا اكو هوايه امور سلبيه. تراجع المستوى الرياضي في واسط خلال السنوات الاخيره دفع المعنيين والمختصين بهذا الجانب لبحث ومناقشه ودراسه اسباب هذا التراجع وكيفيه العمل على ايجاد الحلول المناسبه له. ميثاق زريجي، العراقيه الرياضيه، واسط. انطلقت على بساط المركز التدريبي لاتحاد المصارعة منافسات بطولة أندية العراق بالمصارعة الحرة لفئة البراعم، حيث شهدت البطولة مشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون أندية بغداد والمحافظات والمدارس الخاصة باللعبة. وتأتي البطولة في باكورة نشاطات الاتحاد للموسم الجديد على سبيل النهوض بالواقع وتوسيع رقعة ممارسة اللعبة وصقل المواهب وتطوير قابلياتها المهارية والبدنية. صراحة 300 مصارع شارك في هذه البطولة، كلهم مصارعين القاعدين، الفئة الأولى بالعالم اللي هي البراعم، يسموهم أطفال المصارعة. هذول هم قاعدة اللعبة وإن شاء الله هم أبطال المستقبل. على الاتحاد وعلى المسؤولين بالرياضة وبالدولة العراقية الاهتمام بهذه الفئة لغرض استمرارية اللعبة وجعلهم أبطال وتطوير قابلياتهم، وكل هذا هو لصالح اللعبه والبلد ان شاء الله. بطوله البراعم طبعا من البطولات المهمه، هي التي تصنع المصارع الجيد، واحنا حاطين ان شاء الله امامنا خطه لصقل هذه المواهب في المستقبل القريب باستقطاب مدربين اجانب لتكوين مصارعه صحيحه وقويه لتمثيل العراق في البطولات الدوليه. الكل ان شاء الله يكون لنا باع طويل ومهم في البطولات القادمه. قدرت النزال وان شاء الله اخذ المركز الاول، وانا لاعب مدرسه سلمان. الحمد لله شكر حصلت المركز الاول، والنزال كان صعب، كان نزال قوي ان شاء الله اعوضه. نظم اتحاد الأولمبيات الخاص مهرجانه السنوي بحضور وزير الشباب والرياضة وعوائل اللاعبين واللاعبات. المزيد مع عدي حاتم. من الطب اللي تريد كيفك تدلل، وانت وطننا نريدك ترجع الأول. يا حبنا الأجمع حيبك النار الله أكبر، يا حبنا الأجمع لوحة من السرور والابتهاج والغوص في الأجواء والاندماج تجسدت بحفل عفوي أطلق العنان فيه اللاعبون واللاعبات الذين ينضمون تحت لواء اتحاد الأولمبيات الخاص الذي أقام مهرجانه السنوي بحضور وزير الشباب والرياضة وتعهده بالدعم لهذه الشريحة المهمة. الحقيقة يعني احنا نقدم لهم الدعم، لكن ليس بالدعم الكافي. اعتقد انه هناك صار خطا هذه السنه في موازنه قسم الاتحادات، واحد هذه الاتحادات هو احد هذه يعني الاولمبياد الخاص، ولكن حاولنا انه احنا نقدم لهم منح من الوزاره تعويضا عن المبالغ اللي كانت تصرف لهم سنويا. على العموم يعني
يعني انا من الداعمين بشكل كبير لهؤلاء الاولاد ذوي الاعاقه الخاصه. المهرجان بدأ باستعراض للفرق المشاركة في هذا الأولمبيات، ومن ثم أطلق العنان لمواهبهم بالرقص والفرح واللعب، حيث مورست الألعاب مثل تنس الطاولة والبوتشيا ورفع الأثقال. سعد ياسين حفة، سنة خير سنة خير إن شاء الله. محمد آي محمد. هلا حبايبي، من شككم على لحد لحد لبسه لحد ان شاء الله اسافر اسافر ان شاء الله بعدي اسافر ان شاء الله ان شاء الله اروح اسافر ان شاء الله. بس سعد شكرا استشاب، والله احبكم واي واي. وجل الشباب وجل الشباب، الله سعد يستاهل السعد. انا جبت عشاء لهم وجل الشباب الحبة كل سنة العمر. قلت لي حب شكلين بيهم ثراب ووهن يمشي ورا الماشين، بس احنا نحب الوطن على قب النهرين على قب النهرين، عاش العراق عاش العراق. وسترا على آل الفوز. المشهد الأخير كان تتويج اللاعبين واللاعبات بأوسمة المشاركة من قبل وزير الشباب والرياضة، ومن ثم قطع كعكة الاحتفال، وبعدها تمت مشاركة الجميع في مائدة واحدة جاءت بالتعاون بين الأهالي والاتحاد. عدي حاتم، العراقية الرياضية. مشاهدينا الكرام، قبل الختام تذكير بأهم العناوين. تحضيرا للتصفيات المونديال، ملعب المدينة الدولية يحتضن لقاء منتخبنا الوطني مع أوغندا. الطلبة ينتزع الوصافة، والميناء يحقق فوزه الأول في دوري الكرة الممتاز. قرعة التصفيات الآسيوية تضع منتخبنا الوطني للصالات إلى جانب الإمارات والبحرين. مشاهدينا الكرام، وللمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وإنستغرام. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.